الدين معاملة مع الشيخ سامي بن حسين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأسعد الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم نلقاه. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في رحاب هذا الشهر المبارك، شهر الخيرات والبركات والرحمات والعتق من النيران، في برنامجكم اليومي الدين المعاملة. حديثنا اليوم سوف يكون عن قيمة ثابتة وعن سلوك مرغوب مقبول، إنه سلوك يجب أن يتحلى به المسلم خاصة في هذا الشهر المبارك وفي غيره من الأشهر. حديثنا سوف يكون عن الحلم. روى سفيان بن عيينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين نزلت هذه الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب جبريل عليه السلام، قال: يا جبريل ما هذا؟ فقال جبريل عليه السلام: لا أدري حتى أسأل العالم. ثم عاد جبريل وقال: يا محمد، إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. يعني وصايا ربانية، يعني إذا أردت أن تكون حليما فلا بد أن تأخذ بالعفو وأن تأمر بالعرف وأن تعرض عن الجاهلين وأن تكون واصلا لمن قطعك، معطيا لمن حرمك، عافيا عمن ظلمك. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لاقى ما لاقى من أهله، أهل مكة، يعني أخرجوه من أحب البلاد إلى قلبه، حاصروا أصحابه، قتلوا عمه، نعتوه بشتى النعوت. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، يوم فتح مكة، حينما دخل بعشرة آلاف من المقاتلين، قال أهل السير: لا يرى منهم إلا مقلهم من كثرتهم ومن كثرة عتادهم. قال: دخل على ناقته القصواء، قال وهو مطأطئ رأسه صلى الله عليه وسلم تذللا لله سبحانه وتعالى ومعترفا بفضل الله عز وجل عليه. فلما دخل وأقبل يعني أهل مكة عليه، قال لهم: ما تدرون أني فاعل بكم؟ يعني ايش تحبون نعمل لكم تو، ولا شو تصوروا اني يعني مش نعمل معاكم تو؟ فكانت الإجابة من جنس السؤال، يعني شنو؟ يعني هذوما أهل العرب وهو من دار شريفة كريمة عندهم، ايش قالوا له؟ قالوا له: أخ كريم ابن أخ كريم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء ويغفر الله لكم. يعني ما بعد هذا الحلم حلم. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام لمتحدث آخر أن يتشفى فيهم وأن يعني يلحق بهم الأذى وأن ينتصر لما ظلم من أجله، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان رحيما، كان شفيقا، كان على أخلاق ربانية يعني ما وصل إليها أحد من العالمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يقطع الأرحام، وكان يعطي من حرمه، وكان يعفو عمن ظلمه. روى هشام عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ قالوا: يا رسول الله، وماذا كان يفعل أبو ضمضم؟ قال: كان إذا خرج من منزله قال: اللهم إني قد تصدقت بعرضي على عبادك. نختم إن شاء الله بهذه القصة، قصة على زمن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عليه الصلاة والسلام تدين من رجل يهودي مالا، ثم اتفق على أن يعني يرجع له هذا المال في وقت معلوم إلى أجل معلوم، ولكن الرجل هذا جاء قبل سداد الدين بنحو يومين أو ثلاثة أيام، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان في نفر من أصحابه. فلما صلى على جنازة ودنا إلى الجدار ليجلس إليه، أتاه هذا الرجل فأخذ بمجامع قميصه وردائه ونظر في وجهه، أي في هذا الرجل،
وبوجه غلظة، فقال: يا محمد، ألا تقضيني حقي؟ فوالله ما علمت إلا أنكم مطل يا أهل بني عبد المطلب، ولقد كان بمخالطتكم علم. قال راوية الحديث: قال فنظرت إلى عمر وعيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير، ثم رماني ببصره فقال: يا عدو الله، أتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصنع وتصنع به ما أرى؟ فوالذي نفسي بيده لولا ما أحاذر.